بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بيان أهالي الزنتان بشأن حراك 7 فبراير الشعبي، وفاء لتضحيات الشعب الليبي ودماء الشهداء التي روت تراب هذا الوطن الغالي دفاعا عن حريته من أجل إقامة دولة الحق والعدل، وإدراكا لخطورة الوضع الذي تمر به بلادنا وللحيلولة دون تداعياته الجسيمة، وضرورة اجتياز المرحلة الانتقالية وعدم إطالتها وتعقيدها. فإن الزنتان وهي تجتمع بتاريخ 6/2/2014 تؤكد بأن المؤتمر الوطني العام كجسم منتخب قد فشل في إنجاز ما أوكل إليه من مهام، وانشغل بأمور ثانوية وصراعات بين الكتل والأحزاب غلبت عليها الولاءات على حساب المصالح الوطنية، أدت إلى فقدان ثقة ناخبيه وعدم استمرار شرعيته وقدرته ومقدرته على الوصول بليبيا إلى دولة المؤسسات والقانون. عليه فإن أهالي مدينة الزنتان تؤكد على الآتي: أولا، نرفض التمديد للمؤتمر الوطني العام ولخارطة الطريق التي صاغها بنفسه ولنفسه، ونعتبر أن صلاحية المؤتمر تنتهي بتاريخ 7/2/2014. ثانيا، نعتبر أن الشعب الليبي وإرادته خط أحمر وإننا ندعم الحراك الشعبي السلمي الرافضي للتمديد، ونؤكد على حق الليبيين في التعبير عن آرائهم بكل حرية، ونرفض الترهيب واستخدام القوة ضد المتظاهرين، ونعتبره عملا إرهابيا جبانا ممنهجا. ثالثا، نتمسك بشريعتنا الإسلامية السمحاء وديننا الحنيف، ونرفض رفضا قاطعا اتخاذ الدين غطاء واستخدام الفتوى واحتكارها وتوظيفها لخدمة وتحقيق المكاسب السياسية. رابعا، نؤكد وقوفنا ضد كافة أنواع الإرهاب وعمليات الخطف والاغتيال التي يتعرض لها أبناء الشعب الليبي من المدنيين وأفراد الجيش والشرطة، ونستهجن الاعتداء على البعثات الدبلوماسية المعتمدة بليبيا. خامسا، نؤكد على وحدة ليبيا وترابها وسيادتها، والعمل على تسريع قيام دولة الدستور والقانون والمواطنة، ونقدم المقترحات التالية: أولا، الاستمرار في إجراء واستكمال انتخاب هيئة 60 في موعدها المحدد. ثانيا، تبدأ المفوضية العليا للانتخابات فورا بإجراء انتخابات مبكرة لمؤتمر وطني جديد خال من الأحزاب ووفقا لقانون الانتخابات والدوائر الانتخابية التي تم من خلالها انتخاب المؤتمر الوطني الحالي. ثالثا، تجنبا لأي فراغ تنفيذي، تستمر الحكومة بتسيير الأعمال
إلى حين الانتهاء من انتخاب المؤتمر الوطني الجديد، والذي بدوره سيقوم بتشكيل حكومة بديلة. رابعا، يتولى القضاء الليبي وهيئة الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني مراقبة الانتخابات وفق المعايير الدولية المتعارف عليها لضمان نزاهتها. ونحن إذ نصدر هذا البيان ونطرح هذه المقترحات فإننا نؤكد للشعب الليبي العظيم بأن مدينة الزنتان تقف بكامل قوتها وثقلها مع إرادة الشعب الليبي، وستكون رادعا وبكل قوة لكل من تسول له نفسه أن يختزل خيراته أو يقف حاجزا أمام تطلعاته. حفظ الله ليبيا. صدر في مدينة الزنتان 6/2/2014 المجلس العسكري لمدينة الزنتان واللجنة الاجتماعية بمدينة الزنتان والمجلس المحلي بمدينة الزنتان. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا بلاد.